السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدم سلسلة شوا ريحانة كمان نقدم لكم تحضير الخميرة البلدية، أيضا تحضير الخبز بالخميرة البلدية. وفي آخر الفيديو غادي تستمعوا للدكتور محمد الحليمي أخصائي التغذية في هذا الموضوع أيضا ديال الخميرة البلدية. نخليكم مع المقادير والطريقة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الخميرة البلدية، يعني نظرا للفوائد ديالها الكثيرة، فوائد صحية كما كتلاحظوا معايا. عندي دقيق القمح الكامل اللي هو كيكون بالنخالة ديالو، كما كتلاحظوا كيكون دقيق كامل حرش فيه نخالة وفيه الدقيق، يعني كيكون مخلط. خديت تقريبا مقدار كيلو ديال دقيق القمح الكامل. ممكن توضعوا كمية ديال دقيق القمح الكامل مع الدقيق ديال الشعير وكتمزجوا المكونات مع بعض، يعني كديروا نصف دقيق قمح كامل ونصف دقيق ديال الشعير. هذا عندي دقيق قمح كامل بالنخالة ديالو، خديت مقدار كيلو غرام واحد ديال الطحين، يعني كيكون كامل. كناخدو هذه كتبقى اختيارية ماشي بالضرورة، يعني شريحة حبة ديال الشريحة اللي هي التين المجفف، قطعتها لأربعة ديال القطع. وكنحتاجو الماء كيكون دافي وإناء ديال الزجاج، ضروري كيكون إناء ديال الزجاج ولا ديال الطين ديال الفخار باش كتكون عندنا عملية اللي هي صحيحة باش نحضرو الخميرة البلدية. غادي نعاود المكونات. خديت كيلو غرام واحد ديال دقيق القمح الكامل، قطعة ديال الشريحة اللي هي التين المجفف، وعندنا الماء باش غادي نخلطو العناصر، وإناء ديال الزجاج أو الطين أو الفخار. هذه هي المكونات. غادي نزول هاد القطعة ديال الشريحة حتى كنخلط المكونات بالماء، كيكون ماء دافي كنخلطو. كما كتلاحظوا الطحين عندنا بالنخالة ديالو، يعني شي حاجة ديال الدار ديال المنزل ماشي اللي كنقتنيو، كيكون نقي كيكون منظف من قبل كيتطحن. كنحصلو على عجين ديال الطحين، وضروري ما نخليوها 24 ساعة حتى كتفاعل مزيان مع بعضها. وإلا بغينا نسرعوا العملية ديال التخمير ديالها، ممكن نضيفوا اللبن البلدي ماشي اللبن ديال العلب. أنا سمعت الدكتور الحليمي أخصائي التغذية، يعني صراحة استفدت منه بزاف وبغيت نفيدكم أنا أيضا. وغادي ننزل لكم مقطع من التسجيل ديالو على الخميرة البلدية، إن شاء الله تستفدوا أكثر. وهاد الشيء راه كانوا كيستعملوه الجدات ديالنا حتى الامهات، ولكن كلشي كيتغير، ولكن بامكاننا نرجعوا هاد الشيء. كنخلطوا مزيان، كاين اللي كيضيف قطعه ديال الثومه، كاين اللي كيضيف عصير الليمون الحامض. كما كتلاحظوا معايا الطحين كيتشرب الماء، كنبقى نضيف الماء. ضروري من إناء ديال الزجاج أو الطين. وأنا سمعت بأن الدكتور الحليمي قال حتى يمكننا نضيفو الماء ديال الشريحة أو الماء ديال التمر أو الماء ديال الزبيب، حتى هو يمكننا نضيفو. أنا باش نكون وصلت لكم معلومة كما هي، غادي نزل لكم التسجيل ديالو مع الفيديو باش تكون استفادة أكثر، يعني من إنسان مهتم ومختص في هذا المجال. غادي نوضع فيها القطع ديال الشريحة، يعني قلت لكم هي اختيارية، انا فضلت نستعمل شريحة باش تسرع لي العملية ديال التخمير. غادي نحاول نغرسها فيها. خديت حبة واحدة وقطعتها للقطع، وغادي نغطيها ونخليها 24 ساعة. ضروري ما تغطيها وتخليها 24 ساعة حتى كتكون لينا هذيك البكتيريا فيها، ونوريكم كيفاش غادي يولي الشكل ديالها
ضروري ما نغطيوها ونخليوها في مكان دافئ من المطبخ. بعد مرور 24 ساعة نتلاقاو ونشوفو الشكل ديالها. بعد مرور 24 ساعة كما كتلاحظوا الخميرة تفاعلات وتكونات فيها البكتيريا كما كتلاحظوا، والفقاعات انا لدرجة انها فاضت على الاناء اللي وضعتها فيه كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل ديالها اللي كنحصلوا عليه. دابا غادي نمروا لطريقة تحضير ديال العجينة ديال الخبز. خديت ايضا دقيق قمح كامل مع القليل فقط من طحين ابيض اللي هو الفورس، كمية كتبقى حسب الرغبة ديالكم. كنحتاجو ايضا القليل من النافع وزنجلان باش كيعطيونا واحد النسمة زوينة في الخبز، بما ان الخميرة شوية كتكون فيها حامضة. كنضيف مقدار تقريبا نصف الكمية ديال الخميرة اللي حصلت عليها، ونخليكم مع تتمة الفيديو والاستماع للدكتور محمد الحليم. بالنسبه للخميره البلديه، وانت لان كنتي كتشير ليها في اغلب الحلقات وكتقول ما كرهتش على انه الناس يرجعوا لهذه العاده ديال زمان. زمان ما كانتش الخميره المصنعه نهائيا، الامهات والجدات كانوا كيستعملوا فقط الخميره البلديه اللي كيحضروها على يديهم في الدار. فشنو اللي كيخلي الاهميه ديال الخميره البلديه بهذه القيمه الكبيره؟ نعم اكيد، لما تتحدثوا على المغرب ولما تتحدثوا على الاهميه ديال العادات الثقافة الغذائية المغربية، لأن عادة شيء والثقافة شيء، لأن الثقافة كتكون عن علم وكتكون أشياء متجذرة، أشياء اللي هي مدروسة علميا. لما نتحدث عن المغرب أنا كنقول دائما لا صحة بدون خميرة بلدية، باش نحسموا في هذه المسائل. علاش؟ وخصوصا المغرب وشمال إفريقيا، لأن المغرب حنا كنستهلكوا الخبز بواحد الكمية اللي هي أكبر من بعض الدول، وهذا ليس عيب وإنما جيد جدا. غير هو الخبز اللي كنستهلكوا خاصة تكون بالمعايير اللي تسمح لنا اننا نسميوها خبز كما كنا هضرنا عليها. كنا هضرنا على اربعه ديال المعايير باش اننا نقولوا هذا الخبز راه فعلا هي خبز. كنا قلنا اول حاجه خصو يكون القمح الكامل، القمح الكامل المغربي اللي كنقولوا حنا القمح الصلب المغربي اللي هو القمح ديالنا ديال المغرب. ثانيا يكون بالخميره البلديه. النقطه الثالثه قلنا الفرن خاصو يكون فرن كهربائي، يعني مادام العصر اليوم ديال ماشي ديال الحطب، يعني الانسان ما يقدرش كله الكل شغل الحطب، على ممكن الانسان يستعمل فرن كهربائي. الناس اللي عندهم غير الافران الكهربائيه لا تصلح للطبخ. واخر نقطه هي مساله العجين. مساله العجين قلنا الامهات خصهم يرجعوا يرجلوا بيدهم ويبعدوا على هذه التقنيه اللي ولا كيشروا هذوك الالات باش كيعجنوا. نعم النقطه، هذه النقط هي اللي غادي نهضروا عليها اليوم ان شاء الله، هي النقطه ديال الخميره البلديه. ما يتحدث الان ما يتم تداوله من اخطار مثلا زياده الوزن واخطار الخبز، هي تحدث عن الخبز الابيض مش الخبز الكامل، لان الخبز الكامل مع الخميره البلديه مع انه طيب في الفرن مع انه معجون بديل، هذا هو التعريف الحقيقي ديال الخبز. علاش؟ لان فيه واحد القوه. يعني قلت شنو كان شنو الفرق؟ اليوم عندنا امراض، في الماضي القريب ما كانوش امراض. شنو هو الفرق اللي كاين دابا وكاين اللي كان الامس؟ هو ان اليوم ولات قوه كيميائية، ما بقاش قوة إحيائية بيولوجية، لأن يعني الإنسان هذا شحال كان كيعيش بقوة بيولوجية. شنو هي القوة البيولوجية؟ هي التخمرات. كان كيخمر الزيتون، كان كيخمر، كان كيدير الخلية، كان كيدير السمن، كان كيدير هادو كاملة، هذه كاملة هي مثلا الزبدة البلدية ولا السمن هي قوة بكتيرية، اللبن مثلا هي قوة بكتيرية، الخميرة هي قوة بكتيرية. ألوغ الإنسان انتقل من هذه القوة الإحيائية البيولوجية البكتيريا ومشى القوة الكيميائية. شنو هي؟ المضافات الغذائية، الملونات، المحفزات، المنكهات، المحليات، هذه قوة كيميائية هي صنع بشري. أما البكتيريا هي خلق إلهي. طريقة التخمير هي طريقة خاصة تكون بكتيرية ماشي بالخمائر، يعني ماشي بالخمائر، خاصة تكون بالبكتيريات وما يسمى بالبكتيريا اللبنية. علاش؟ لأن جسم الإنسان هو جسم حي خاصه مادة حية. لما كنعطيوها الخميرة، خميرة وخاصة الخميرة البلدية، هي مادة حية كيبقى جسم حي، وبالتالي باش يكون واحد التناسق. يعني دائما نبحثنا عن التناسق في الحياة اليومية وفي أي حاجة، الإنسان كيبحث على التناسق. يعني الإنسان ديما كيقول لك أنا كنحاول تكون أشياء جميلة هكا في الإنسان. الإنسان باش يكون، يعني الإنسان مخلوق عند الله سبحانه وتعالى عنده واحد الجمال لا في الشكل ولا في الوظيفة، ولكن باش يكون من داخل كذلك واحد العمل اللي هو عمل جيد وعمل اللي هو طبيعي، لان الجسم ديالنا ما بقاش كيشتغل بشكل طبيعي لانه كيستقبل مواد غير غذائيه. الخميره البلديه من الاغذيه اللي هي والعناصر اللي هي كتعطينا واحد
واحد النظافه للجسم وكتحمينا من العديد من الامراض وكل الامراض اللي كنلاحظوها اليوم، وغادي نتحدثوا عليها بالتفصيل كيفاش الوقايه من هاد الامراض وكيفاش كتحمينا الخميره البلديه من هاد الامراض اللي ربما الانسان كيشوفها ربما كنستصغروا هاد الماده هادي، ولكن لما كنشوفوا في العمق البيولوجي ديالها ولما كنشوفوا في العمق ولما كنشوفوا ما تحت الميكروسكوب فهاد الماده كنلقاوها باللي انها كنز من الكنوز اللي كاينه في الطبيعه. زمان كنا كنشوفوا الجدات ديالنا داك المساله ديال اللبن كنا كنشوفوا دائما، الا بغاو يحضروا الخميره البلديه اللبن خاصو يكون حاضر ضروري. نعم هو اولا الى لاحظتوا احنا ولا عندنا تقليد اعمى ديال الغرب في التقاليد ديالنا، مع العلم اننا كنصدروا تقاليد جيده، هاد الناس ولاو كياخذوا منا تقاليد جيده وحنا كنديروا واحد التقليد اللي هو تقليد اعمى. كنعرفوا بان دابا في المانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه وخاصه في سان فرانسيسكو كاين خبز معروف بالخبز الحامض ديال سان فرانسيسكو، كياخذوه الناس اللي كيبغيو هاد المسائل هادي. يعني حنا ولينا والمغاربه والعلماء المغاربه معروفين من الاوائل اللي اكتشفوا هاد البكتيريات اللي موجوده في الخميره البلديه، وبالتالي عفاكم راه حنا عندنا الثقافه ديالنا الناس كيستافدوا منها وحنا ما كنستافدوش منها، على الاقل حنا نستافدوا منها ونخليوها الناس يستافدوا منها ديك الساعه الا بغى الانسان يستافد. يعني هاد العلوم هي للبشريه وليست فقط لواحد الشعب. الوغ بالنسبه للقاعده انا كنقول للامهات بالنسبه للخميره البلديه ما كاينش عناصر، كاين قاعده باش يعرفوها الامهات باش نخليو، لان بعض المرات الانسان كيدخل وكيقول كيفاش نوجدوا الخميره البلديه كيفاش نقادوها، هي قاعده بسيطه وسهله جدا وكانوا كيستعملوها بايوغ هذا شحال الناس القدام. احنا علاش كنقلبوا على البكتيريا لاكتيك او لما يسمى بالبكتيريا اللبنيه. البكتيريا اللبنيه كتنتج كتجي من النشويات، معناتها ان الاعداد ديال الخميره كيفاش كنديروا؟ اما كنشدوا الشعير او القمح يكون كامل بالنخله ديالو، يعني اما كنمزجوهم بجوج. الوغ كاينه نشويات كنزيدوا معها ماء كنزيدو نديروها في واحد اناء ديال الزجاج كنخليوها مده 24 ساعه، واحد الذبابه كنسميوها حنايا ذبابه الخل، هذيك ذبابه الخل لما كتطلع فوق هذيك الخميره تما كنعرفوا بان هاد الذبابه، لان هاد الذبابه الخميره البلديه فيها واحد الحمض يسمى الحمض الاسيتيك. هاد الحمض الاسيتيك لما كتوجد هاد الخميره لما كما كنقولوا حنا كتطلع وكتوجد كتجذب لها هاد الذبابه تما كتكون الخميره راه وجدت، يعني تقريبا 24 ساعه. اذا القاعده شنو هي؟ انا اذا كنشدوا الشعير يعني بالكامل او القمح الكامل او الخليط بيناتهم ما كاينش مشكل، حطوهم في واحد الاناء، اقول واكرر اناء ديال الزجاج ولا ديال الفخار ما يكونش اناء ديال البلاستيك داكوغ، ونحطوهم في واحد درجه الحراره اللي تكون شويه دافئه ما يكونش واحد درجه الحراره اللي هي بارده، غتكون درجه الحراره اللي هي دافئه وبعيده على الضوء. هنا كيكون عندنا التخمر. الوغ علاش؟ لان البكتيريا اللبنيه ممكن تجي غير من النشويات. الا بغينا نسرعوا شي شويه، لكن علاش كنقول انا احترم الناس القدام كنحترمهم احترام كبير جدا كانوا علماء. الوغ لما الا بغينا نسرعوا شي شويه هذه العمليه الناس هذه شحال، ماشي كنقول انا كنقول انا الناس شنو كيديروا لحقاش هو ما اثبتته العلوم. شنو كنزيدوا؟ كنزيدوا اما الشريحه او الماء ديال الشريحه، اولا كنزيدوا التمر اولا الماء ديال التمر، اولا كنزيدوا الزبيب اولا الماء ديال الزبيب. ما كانش هادشي هذا كامل، كنزيدوا شي شويه ديال اللبن. اقول واكرر اللبن البلدي ماشي اللبن اللي كيتباع دابا. الوغ لما نتحدث عن اللبن اولا لبن الخد، لان اللبن في القران هو الحليب، لما نبغيو نتحدثوا على اللبن ديالنا اللي كنهضروا عليه هنا دابا يسمى بلبن الخد. الوغ لبن الخد اتحدث عن الكلمه المصطلح الصحيح هو اللبن البلدي اللي كيجي من البقر اللي هو معروف والمسائل هذه معروفه، ماشي اللبن المصنع. كنزيدوا هذا اللبن هذا باش كنسرعوا هذه العمليه، لكن لما مع الشعير يكون كامل او القمح كامل يكون قمح مغربي صلب، هذه الخميره عندنا 24 ساعه كنديروا في واحد الاناء قلنا بدرجه حراره اللي هي دافئه هذه القاعده العامه. اما ما يضاف ممكن نضيفوا لها واحد الماده يعني السكريات، يعني باش 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 هذه البكتيريا تتغذى ويتم التسريع ديالها، ممكن نديروا الزبيب، ممكن نديروا الشريحه، ممكن نديروا التمر، ممكن نديروا اللبن اللي معروف باللبن، وكتسرعنا هذه العمليه 24 ساعه كتكون واجده هذه الخميره هذه. كنديروها في واحد الاناء ديال الزجاج، لما الام ولا تبغي تعجن تاخذ النصف ديالها تقريبا يوصل حتى 400 غرام. علاش؟ لان الامهات هذه شحال كانوا كياخذوا نسبه اللي هي كبيره، ولما كيساليو العجن كيهزوا عاوتاني ديك الكميه وكيردوها في الاناء ديال الزجاج. الصحه ديال الاسره هي في الصحه ديال الام، والصحه ديال الام هي في الصحه
ديال واحد العنصر اللي كنستهلكوه نسبة لي كبيرة هي الخبز، وبالتالي كنقول أنا المغاربة أقول وأكرر الأمراض بدون استثناء السبب ديالها هو جهاز هضمي يعاني، وباش كيعاني الجهاز الهضمي اللي عندنا يعاني بسبب أننا تخلينا لأكبر عنصر في التغذية ديالنا هو الخميرة البلدية. لما كنتفلاو على الخميرة البلدية كيكون عندنا جميع الأمراض وبدون استثناء.